السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة هنعرض أول درس من دروس القواعد النحوية، وهو درس أنواع الخبر. عارفين من زمان أو من سنة رابعة ابتدائي لما بدأنا ناخد نحو إن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين، وهما أول ركن المبتدأ وهو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية، والركن الثاني هو الخبر وهو الذي يتمم معنى الجملة الاسمية. يبقى الجملة الاسمية هي أي جملة بتبدأ باسم، أي اسم كده يقابلني في بداية الجملة يبقى الجملة دي اسمية، هتعامل معاها على إن لها مبتدأ ولها خبر، والركنين دول ما ينفعش حد فيهم ما يكونش موجود، لو في واحد فيهم مش موجود ما بقتش جملة من الأساس. دي بقى عندنا الجديد ايه؟ عندنا حاجة اسمها أنواع الخبر. ايه ده يا مس؟ الخبر اللي بيتمم معنى المبتدأ، ما احنا عارفينه. اه احنا عارفينه، بس هنعرف السنة دي ان هو ليه أشكال. ايه ده كل ده؟ اه كل ده احنا اتخضينا. لا ما اتخضناش خالص، مش هنتخض، احنا شاطرين وهنفهم كل حاجة، والموضوع ان شاء الله بسيط جدا. انواع الخبر 3 انواع اساسية، اما انه يكون مفرد او جملة او شبه جملة. طيب كلمة مفرد عارفينها، وكلمة جملة برضو عارفينها، اسمية او فعلية. ايه شبه الجملة ده؟ شبه الجملة دي يعني حاجة ولا هي كلمة ولا هي جملة. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مثلا على المكتب، طيب على بعضها كده ده حرف جر واسم مجرور، ليها معنى؟ اه ليها معنى، بس انا مش فاهم معناها كامل، معرفش ايه اللي على المكتب. طيب لما اقول لك فوق الشجرة، ايه ده؟ اه انا يعني فاهم، بس انت بتتكلم عن ايه؟ الجملة مش كاملة. هي دي بقى شبه الجملة، حاجة بتبدأ بظرف او جملة بتبدأ بظرف او جر ومجرور، ليها معنى كلمتين، ما اقدرش اقول عليهم كلمة واحدة، هما كلمتين تقريبا بس معناهم غير كامل، ما اقدرش اقول عليهم جملة ولا اقدر اقول انهم كلمة، يبقى هي شبه جملة. شبه الجملة هي اكتر من كلمة ولكنها ليست جملة كاملة. هنعرض مع بعض كل نوع بالتفصيل، وهنعرف ايه شكل انواع الخبر، وازاي نستخرج الخبر، وازاي نقدر نحدد نوعه في أي واحد من الأنواع الثلاثة. أول نوع من أنواع الخبر، الخبر المفرد. خبر مفرد يعني ما دل على كلمة واحدة، بين قوسين ودي نعرفها كويس جدا، الكلمة دي هتكون اسم، والاسم ده ممكن يعبر عن مفرد أو مثنى أو جمع. إيه الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض ونعرض الأمثلة ونفهم أكتر. نعرض الأمثلة، عايزين نعرف إن إحنا هنرفع الخبر المفرد ده بالضمة إذا كان مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. نبص في الأمثلة اللي جاية معانا ونشوف مفرد أو الخبر، ندور عليه نشوفه مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، هيكون في ال3 حالات دول مرفوع وعلامة رفعه الضم. الخبر المفرد يرفع بالضم، يبقى احنا كده فهمنا ان الخبر المفرد ده هو الخبر العادي اللي احنا متعودين عليه المرفوع بالضم. امتى بقى يرفع بالضمة؟ قلنا اذا كان مفردا او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. هنبص كده في المثال اللي قدامنا، اذا كان الخبر مفرد، مثال الشجرة مثمرة. نبص كده مع بعض في الجملة، الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية، بتبدأ بكلمة الشجرة، الشجرة اسم، يبقى إذن الجملة دي اسمية. الشجرة مالها؟ مثمرة. كلمة مثمرة هي اللي كملت لنا معنى الجملة وقالت لنا خبر الشجرة، الشجرة مالها؟ مثمرة. كلمة مثمرة خبر. طيب مثمرة دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مثمرة دي مفرد، يبقى إذن هتكون مرفوع بالضم. نبص كده في الإعراب ونشوف احنا فكرنا صح ولا لأ.
تمام. الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومثمرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب مفيش حاجة جديدة في اللي احنا قلناه ده، صح؟ ده اللي احنا متعودين عليه. ايه بقى الجديد؟ الجديد سؤال هيجي لك يقول لك استخرج الخبر وبين نوعه. فين هنا الخبر؟ الخبر هنا كلمة مثمرة. طيب نوعه ايه؟ نوعه مفرد، خبر مفرد. ازاي خبر مفرد؟ علشان هو كلمة واحدة فقط. كلمة مثمرة هي اسم، وهي اللي عبرت لنا عن الخبر أو كملت لنا معنى الجملة. يبقى إذن الخبر هنا خبر مفرد. نشوف مع بعض هنا في حالة جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم أصلا بيرفع بإيه؟ بيرفع وعلامة رفعه الضم. هنشوف المثال ده مع بعض. التلميذات مجتهدات. فين المبتدأ؟ التلميذات. مالهم؟ مجتهدات. يبقى فين الكلمة اللي كملت لي معنى المبتدأ أو تممت لي معنى الجملة؟ كلمة مجتهدات، يبقى هي الخبر. شوف الإعراب. التلميذات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، مجتهدات خبر مرفوع علامة رفعه الضم. خلاص كده خلصنا؟ لا مخلصناش. فين الجديد؟ احنا كل ده بالنسبة لنا مفيهوش حاجة جديدة. الجديد الخبر مجتهدات، نوعه خبر مفرد. ليه قلنا عليه خبر مفرد؟ عشان هو كلمة واحدة بس، وتأكدنا انها اسم. مجتهدات ده اسم وإيه؟ وكلمة واحدة فقط فيها الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الخبر مرفوع بالضمة إذا كان جمع تكسير. نشوف مثال مع بعض. العلماء ورثة الأنبياء. الجملة هنا جملة اسمية. العلماء جمع تكسير. مالهم؟ ورثة الأنبياء. كلمة ورثة هي كمان جمع تكسير، مفردها وارث. طيب هنبص مع بعض في الإعراب. العلماء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. احنا عارفين ان جمع التكسير بيعامل معاملة المفرد، بياخد نفس الإعراب، مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، ومجرور بالكسر. العلماء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. مالهم؟ ورثة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب كلمة الأنبياء من شاطر يعرفها، هي اللي بتخصص اللي قبلها. ورثت إيه؟ ورثت الأنبياء، مضاف إليه. كلمة معرفة فيها ألف ولام، بتخصص الكلمة النكرة اللي قبلها اللي ما فيهاش ألف ولام، وبت إيه؟ بتوضحها. مضاف إليه بيكون مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب فين الجديد هنا معانا؟ الجديد إن إحنا بندور على الخبر وبنحدده. الخبر هنا كلمة ورثة، ونوعه خبر مفرد. المفرد أو الخبر عامة يكون مرفوع بالضمة إذا كان إيه؟ إذا كان مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. عندنا علامة إعرابية تانية. الخبر المفرد هيرفع أو هيكون مرفوع علامة رفعه الألف إذا كان، عايزين نفتكر مع بعض، إيه هو الاسم اللي كنا بنرفعه بالألف؟ ها، منهج سنة خمسة. المرفوع بالألف هو إيه؟ هو المثنى. يبقى الخبر لما يجي في شكل المثنى هيرفع وعلامة رفعه الألف. نبص مع بعض على المثال ده. المعلمان ماهران. المعلمان ماهران. طيب المعلمان دول عددهم كام؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مثنى. نبص مع بعض كده. المثنى بيغششنا علامة إعرابه. يعني إيه بيغششنا علامة إعرابه؟ يعني العلامة موجودة، هي اللي بالأحمر دي، مرفوع علامة رفعه الألف. ينفع يكون مبتدأ وأقول المعلمين؟ لا ما ينفعش، لأن الألف هي علامة الرفع. نبص مع بعض في الإعراب. المعلمان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وماهران خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب فين هنا الجديد؟ الجديد إن إحنا لازم نحدد فين الخبر. الخبر ماهران، ماله بقى؟ نوعه إيه؟ خبر مفرد. لا يا ميس، ده مثنى. أيوه هو مثنى، بس هي كلمة واحدة مفردة.
اسم واحد بس، فبنقول عليه خبر مفرد، مفيش حاجة اسمها خبر مثنى، هو عدده مثنى ولكن نوعه مفرد علشان هي كلمة واحدة طيب فقط. آخر علامة معانا أو آخر علامة إعرابية للخبر المفرد هي علامة الواو. الخبر المفرد يرفع بالواو إذا كان، مين يكمل؟ إذا كان جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم هنفتكر بسرعة هو أي كلمة مفردة وبتعبر عن العاقل بيضاف إليها واو ونون أو ياء ونون فبتتحول إلى الجمع. زي إيه؟ زي مثال معانا المحسنون محبوبون. جمع المذكر السالم زي المثنى أو مشترك مع المثنى في حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إنه إيه؟ بيغششنا علامة إعرابه، العلامة موجودة في الكلمة. المحسنون محبوبون دي جملة اسمية، المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأن الإيه؟ لأنه جمع مذكر سالم. هنبص على الإعراب، المحسنون قلنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، مالهم محبوبون، يبقى كلمة محبوبون هي اللي بتكمل لنا معنى الجملة أو بتتمم معنى المبتدأ، فهتكون خبر مرفوع وأيضا علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب حد يقول لي خلاص احنا كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، لسه ايه؟ لسه نحدد الخبر. الخبر محبوبون ونوعه خبر مفرد. لا يا ميس ده جمع مذكر سالم، ده بيعبر عن كتير، هو العدد بتاعه كتير ولكنه كلمة واحدة فقط، يبقى هي خبر مفرد. تدريب نحوي سريع. السؤال بيقول لك حدد الخبر وبين علامة إعرابه. هيجيب لنا جمل هنستخرج منها الخبر وهنشوف علامة الإعراب على حسب العدد، لو مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير هيكون علامته أو علامة رفعه هي الضمة، مثنى مرفوع بالألف، وجمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو. رقم واحد، المتسابقان فائزان. الخبر هنا كلمة فائزان، مظبوط، مثنى يبقى مرفوع علامة رفعه الألف. اتنين، الأشجار العالية متشابكة. فين هنا الخبر؟ كلمة العالية؟ لا ما تنفعش، متشابكة هي اللي تممت معنى الجملة، يبقى إذن الخبر كلمة متشابكة، ده مفرد يبقى مرفوع علامة رفعه الضمة. تلاتة، المسلمون متحدون. الخبر هنا كلمة متحدون، جمع مذكر سالم يبقى مرفوع وعلامة رفعه الواو. أربعة، الطالبات المتفوقات محبوبات. كلمة المتفوقات تنفع خبر؟ لأ، الطالبات المتفوقات مالهم؟ محبوبات، يبقى الخبر هنا كلمة محبوبات جمع مؤنث سالم يبقى مرفوع وعلامة رفعه الضم. بيقول لنا اقرأ ثم أعرب ما تحته خط. قطعة إعرابية هنقراها وهنعرب أو هنشوف إعراب الكلمات اللي تحتها خط. قطعة بتقول القراءة خير عمل يقوم به الإنسان. القراءة دي جملة اسمية، أو القراءة خير عمل جملة اسمية، يبقى إعراب كلمة القراءة مبتدأ برافو مرفوع علامة رفعه الضم. فهي النافذة التي تطل على ألوان المعارف. هي دي أول ما نشوفها دي ضمير، أي ضمير بيجي في الجملة نعرف إن هو مبتدأ بيبدأ جملة جديدة، والكلمة اللي بتيجي بعده بتكون الخبر، يبقى كلمة النافذة إعرابها أو إعرابها خبر مرفوع علامة رفعه الضم. آخر جملة، فالطلاب المهتمون بالقراءة متفوقون. طيب كلمة متفوقون مش في بداية الجملة، في الآخر خالص، نعرف إزاي أعربها؟ هنرجع لأول الجملة خالص، الجملة جملة اسمية، الطلاب مالهم؟ المهتمون بالقراءة مالهم برضو؟ متفوقون، يبقى متفوقون هي اللي ادت لنا معنى الجملة وأكمل وكملته، يبقى متفوقون خبر بس ده جمع مذكر سالم، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الدرس إن شاء الله سهل جدا،
عرفنا أول نوع من أنواع الخبر وهو الخبر المفرد، هنبدأ بعد كده ناخد أنواع الخبر بالتفصيل، وإن شاء الله هيكون واضح وسهل. التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.